السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عين على العالم. في هذه الحلقه سننطلق من المملكه المتحده، ثم ننتقل الى مالطا لاول مره في البرنامج، ثم نزور فلسطين والجزائر لنختم جولتنا في سويسرا، فكونوا معنا. إدنبرا عاصمة الإقليم الرابع في التاج البريطاني، تتربع على أعلى قممها البركانية الخامدة قلعتها الحصينة التي بنيت منذ أكثر من 1000 عام. المدينة نجحت وبامتياز في المزج بين الطابع العصري والإرث الثقافي والإنساني، كما تضم العديد من المعالم التي تشملها برامج اليونسكو لحماية التراث العالمي. مراسلنا في بريطانيا عبد الجمال يصحبنا في جولة عبر شوارع المدينة التاريخية. قلعة إدنبرا، التراث السياحي الأول في اسكتلندا وضمن أبرز المعالم التاريخية في العالم، تقبع على قمة صخرية لبركان هامد في المدينة القديمة من إدنبرا منذ القرن 12. استخدمت القلعة كحصن منيع في الصراعات التاريخية وحروب الاستقلال الاسكتلندية، أما الآن فتحولت إلى متحف يضم تاج اسكتلندا ومجوهراته والمقتنيات التاريخية. هناك العديد من المظاهر التي تطغى على إدنبرا كمدينة وتدل على أبعادها التاريخية والتراثية، ومنها القلعة التي بنيت منذ أكثر من 1000 عام كحصن لتأمين المدينة التي تعد عاصمة اسكتلندا منذ القدم، فضلا عن القصر الذي تحول من دار للعبادة إلى مقر الإقامة الرسمي للملكة، كما أن الشق الجديد للمدينة يدل على مظاهر الحياة العصرية التي تحتضن وتحتفل بإرث المدينة الثقافي والمعرفي. الطريق الرئيسي إلى قلعة إدنبرا وغيرها من المعالم التاريخية فهو رويال مايل، الشارع الأشهر في إدنبرا المصنف ضمن مواقع التراث العالمي والمليء بالمتاحف والمطاعم والمحال التجارية التي لا تخلو بالطبع من التنورة الإسكتلندية التي يرتديها النساء والرجال وتميز المواطن الإسكتلندي من بين البريطانيين. وتأخذنا نهاية شارع رويال مايل إلى قصر هوليرود الذي بني في عام 1671 كمقر رسمي للملوك، وهو الآن المقر الرئيسي لملكة بريطانيا في اسكتلندا، حيث تقضي إجازة أسبوعية في شهر يونيو من كل عام. ويجاور قصر هوليرود برلمان اسكتلندا الكلمة العليا لصوت الشعب الاسكتلندي في الحياة داخل المملكة المتحدة. إدنبرا مدينة رائعة الجمال، خاصة في هذا الوقت من العام، ويأتيها زوار من كافة أنحاء العالم، وهي مدينة تسخر بالحياة من صخب السياح إلى الموسيقى التراثية. ووصولا إلى الجزء الثاني من إدنبرا وهو ما يعرف بالمدينة الجديدة، لنجد متاحف اسكتلندا الوطنية بمبانيها التاريخية في شارع الأمراء التجاري الأشهر في إدنبرا، تلك العاصمة التي تضم 4500 مبنى تاريخي بحسب تصنيف منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة، لينهل من تاريخها السياح والطلاب وسكانها الأصليون الذين يقترب عددهم من 500,000 شخص. أعتقد أن إدنبرا واحدة من أجمل المدن في العالم، وتاريخها يشهد على جمالها، ويكفي الإسكتلنديين فخراً أن إدنبرا لم تحتل قط من قبل الإنجليز. إدنبرا مدينة تاريخية بامتياز، فيها العديد من المباني التاريخية ومزيج من فن المعمار الحديث. ولرؤية إدنبرا من أعلى قممها، فعليك بالصعود إلى تل كالتون هيل، الذي يشكل أهم معالم المدينة، وكان يستخدم للتأهب العسكري، لكن ما يميزه هو النصب الوطني المستوحى من العمارة اليونانية وبني عام 1818 لإحياء ذكرى الجنود الإسكتلنديين الذين قتلوا في الحروب النابليونية، لتمثل إدنبرا جزءا من تاريخ العالم ومملكة بريطانيا العظمى. هذه إدنبرا في شوارعها تحكى الروايات وتشتم رائحة التاريخ والأصالة والتراث، خاصة في مدينتيها الجديدة والقديمة التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى، فيما كانت تعرف بالمملكة الإسكتلندية سابقاً قبل حوالي 1000 عام. من العاصمة الإسكتلندية لبرنامج عين على العالم،
عبد جمال، أدنبرا. تعتبر جزيرة مالطا فيروز البحر المتوسط، وهي دولة أوروبية تتحدث العربية، حيث أكثر من نصف لغتها عربية، بالإضافة إلى مزيج من الإيطالية والإنجليزية. أما معالم مالطا فهي كثيرة ورائعة، وتنتمي إلى حضارات كثيرة نظراً لكثرة الشعوب التي توالت عليها وتركت بصماتها. المزيد مع مراسلنا عبد الستار بركات. هذه هي مالطا، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم المناطق الجاذبة للسياح، حيث تتمتع بالأماكن الأثرية والمعالم الثقافية والقلاع التي تتمثل بحصونها الشامخة، كما أن مبانيها محدودة الارتفاع تفوح من أشكالها وألوانها عبق التاريخ. وتتأثر مالطا بكل الثقافات التي مرت بها، ولا تزال اللغة العربية جزءا من اللغة المالطية. المالتي والعربي، اللغة العربية والمالطية قريبتان جدا، فتوجد الكثير من الكلمات العربية في الكلام المالطي، والاختلاف ديفرنتي وهي كلمة إيطالية جاءت بسبب تبعية الجزيرة لإيطاليا لوقت طويل، والأرقام هي نفسها بالعربية. يعني فيها الثقافة العربية لسه ما زالت موجودة، وحتى اللغة بتاعتهم يعني حوالي 70% منها عربي. يعني احنا ماشيين هنا بنسمع الكلام اصلا، يعني بنفهم كتير من الكلام. تماثيل قديمه وحديثه في كل مكان، كما ان زخرفه المباني هو شيء اساسي. وتستقبل مالطا من الزوار سنويا ما يساوي 3 أضعاف عدد السكان فيها. دي اول مره اجي مالطا، هي بلد جميله جدا، مليانه شواطئ ومعالم سياحيه قديمه من كل العصور، الرومانيه والمسيحية والإيطالية. وفاليتا هي عاصمة البلاد، وأينما ذهبت تجد الهندسة المعمارية الفريدة والفنادق المريحة والمناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية. المدينة صار اسمها المدينة الساكتة عندما جاء الفرسان في عام 1530 في عهد سانخون، وذهبوا واشتروا بيوت في بيرعوس. ولا يفوت الزائر الذهاب إلى منطقة مدينة، وهي أول عاصمة لمالطا، وتحصنت على يد الفينيقيين، ثم أضاف عليها العرب والرومان المزيد من التحصينات، ويطلق عليها اسم المدينة الصامتة. تعتبر مالطا مثال رائع للهندسة المعمارية، وتحتوي على العديد من الأماكن المثيرة للإعجاب والمناظر الطبيعية الخلابة. لبرنامج عين على العالم، عبد الستار بركات من وسط العاصمة المالطية فاليتا. تحتضن شيشان جوهرة القوقاز الروسي عددا من آثار العالم القديم، فعلى الرغم مما عانت منه من دمار خلال الحروب من قبل الجيش القيصري في القرن 19، إلى أن هذه الدولة مليئة بالمشاريع الجديدة وناطحات السحاب والمجمعات التجارية والمساجد الأيقونية التي من شأنها النهوض بقطاع السياحة في الشيشان. نتابع. الشيشان أحدى أجمل بقاع العالم، ذات الجمال الأخاذ ونقطة بداية مثالية للسياحة والاستمتاع، متجاوزة كل ظروفها السياسية، فهي على مدى سنوات كانت المدينة الأكثر سعادة في روسيا. وتبلغ مساحة جمهورية الشيشان نحو 17300 كيلومتر مربع، وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة إلا أنها غنية بمواردها الاقتصادية والاستراتيجية الهامة. أما عدد سكان الشيشان فيصل إلى 1.5 مليون نسمة تقريباً طبقاً لإحصائية عام 2016، ومعظمهم يدينون بالإسلام، فلقد عرف الشيشان الإسلام قبل 1000 عام، ويوجد بالعاصمة غروزني مسجد من أكبر مساجد أوروبا قاطبة. وتحظى شيشينيا بمناخ قاري لطيف تتخلله رطوبة معتدلة مع ذلك النسيم العليل الذي يهب من بين الجبل والسهل، وهو ما يجتذب السياح الروس. وتعتبر العاصمة غروزني قلب الشيشان منذ أن تأسست عام 1817، وهي حالياً المدينة الأكثر حداثة بفضل مجمع مدينة غروزني ومجمعاتها التجارية وفنادقها، فيما تنفرد مدينة غودرميس
بمناظر طبيعية خلابة يصعب مشاهدة مثيل لها، تليها كل من مدينة أوروس مارتان وأورغون، كما يشتهر الشعب الشيشاني بكرم الضيافة وحرصه على ترك انطباع جيد عن السياحة في بلاد شهدت الكثير من الحروب والملاحم. برنامج عين على العالم ما زال مستمر معكم وفيه بعد قليل. تابعوني أنا حمزة بدوي بعد قليل من مدينة لمسان غرب الجزائر لاكتشاف مغارة بني عاد، والتي تعد من بين أكبر المغارات الطبيعية في العالم. أهلا ومرحبا بكم من جديد. تعود صناعة الصابون النابلسي إلى ما قبل 1000 عام في مدينة نابلس الفلسطينية بأدوات بسيطة جدا، ولم تتغير طريقة إنتاجه إلى يومنا هذا، لكي يبقى محافظا على شكله وفوائده الكثيرة بفضل مكوناته الطبيعية. للتعرف أكثر على الصابون النابلسي، مراسلتنا أمال مرار زارت مصنعا للصابون في نابلس وعادت لنا بهذا التقرير. منذ أكثر من 1000 عام واسمها يقترن بمدينة نابلس، يعتبرها المؤرخون حكرا ملكيا لها. هي مصانع الصابون النابلسي العريقة لعبت دورا اقتصاديا وتاريخيا في المدينة التي سرنا بين أسواقها العتيقة حتى وصلنا لأقدم مصابنها، لنكتشف بأن عملية إنتاج الصابون تتطلب يوما كاملا، وتتكون من زيت الزيتون والصودا الكاوية والماء. مراحل التصنيع مختلفة وتتطلب دقة عالية، فبعد خلط الزيت بالمكونات الأخرى يتم رصف الخليط بطريقة حرفية، ثم يترك حتى يجف، وبعدها يقطع على شكل قوالب حتى يمر بمرحلة التغليف الأخيرة. سر المهنة فيها إنها شفتيها زيت صودا أو مي، ثلاث أشياء تعمليهم صابونة، وكل ما عتقت صارت أحسن للاستعمال. هذا هو الفن فيها، وبعدين كوراثية وكحضارية وكإرث حضاري للفلسطينيين. والزيت والصابون النابلسي تعتبر من أفضل الصابون من الموجود حاليا في العالم، عشان يطبخ على النار ويعني فيش أي مواد كيماوية فيها بتات. وفي الآونة الأخيرة توجهت بعض المصابين لإدخال بعض التغييرات على شكل ومكونات قطعة الصابون، تماشيا مع احتياجات ومتطلبات الأسواق الفلسطينية والخارجية، كورق الغاري وحليب الماعز لاستخدامات البشرة والشعر، وصولا للهدايا والمناسبات الرسمية. احنا معنيين في الصابون النابلسي التقليدي المصنوع من زيت الزيتون، كما انه احنا انتجنا 3 انواع رئيسيه، هي زيت الصابون زيت الزيتون الكلاسيكيه، صابون زيت زيتون بحليب الماعز لما فيه حليب الماعز من فوائد على البشره وعلى الشعر، بالاضافه الى صابون سائل يضاف له عطر اللافندر. يفاخر أرباب هذه المهنة بأن الصابون يعد يدوياً لضمان جودته العالية، حيث لا تتجاوز نسبة المواد القلوية فيه 15%، وهذا ما يميزه عن بقية الأنواع. لا يمكنك أن تأتي إلى مدينة نابلس دون التفكير بصابونها الشهير لشرائه أو حتى لزيارة المصابن التي يصنع فيها، فبسبب احتوائه على المكونات الطبيعية رغماً عن كل المتغيرات الحياتية ذاع صيته واستطاع أن يحافظ على رونقه التقليدي. لبرنامج عين على العالم أمال مرار، مدينة نابلس. نزور الآن متحفاً طبيعياً تحت باطن الأرض يتجاوز عمره 150 مليون سنة. إنها مغارة بني عاد الطبيعية الواقعة في مدينة تلمسان بأقصى غرب الجزائر، التي تعتبر كنزاً طبيعياً ساحراً وآية من آيات الله في خلقه. رحلة داخل هذه المغارة العجيبة يأخذنا إليها مراسلنا حمزة بداوي من الجزائر. هذا الممر يغوص بك إلى باطن الأرض داخل مغارة طبيعية هي الأكثر جمالاً وسحراً في العالم. إنها مغارة بني عاد التي تقع في جبال عنفزة بمدينة تلمسان أقصى الغرب الجزائري، وتحوي أشكالاً ومنحوتات فنية لا دخل ليد الإنسان فيها، وإنما هي من إبداع الطبيعة.
نحن متواجدون بمغارة بني عاد التي تبعد عن مقر البلدية ب 6 كيلومترات على ارتفاع 1130 متر على سطح البحر. تحتوي المغارة ثلاث قاعات، عندنا القاعة الأولى بالقاعة الكبرى مقسمة على قسمين، في قسم أول القسم الثاني العلو أكثر من 18 متر، أما فيما يخص العرض نتاعها حوالي 60 متر. هذه صخور كلتية المياه الأمطار لما تسقط على سطح الأرض محملة بثاني أكسيد الكربون، يعني النسبة تاع الكركير تبقى في سقف المغارة تكونها نازرة، أما القطرة تاع الماء اللي تنزل للأرض تكونها صاعدة. صخور كلسية تكونت بتساقط قطرات الماء الممزوجة بالكلس لتكون تجاويف وحجرات وأشكال عجيبة لحيوانات أو حتى شخصيات مشهورة، إلى جانب الصواعد والنوازل التي تشبه السيوف عندما يصطدم بها الصوت تعزف نوتات موسيقية، وقد تختلف أحجامها وأطوالها، لكن الأكيد أن نمو سنتيمتر واحد منها يحتاج لمئة عام كاملة. تكوين تاع الصخور، صخور كلسية بطبيعة الحال الماء والكلس، لكن تكوين الصخور يستغرق كل 100 سنة في سنتيم واحد، يعني نسبة النمو الصاعدة أم النازلة تستغرق 100 سنة في سنتيم واحد. كانت فرصة مليحة بالنسبة لنا نكتشف خيرات بلادنا وش خلق ربي سبحانه، يعني قدرة الخالق عز وجل في خلقه باش نكتشف مدينة لمسان. يقدر الخبراء عمر هذه المغارة ب 150 مليون سنة، يصل طولها لحد الآن إلى 700 متر في المتحف المفتوح للزوار، رغم وجود روايات تؤكد تجاوزها الحدود المغربية قبل أن تغلقها قوة الاستعمار الفرنسي. أما درجة الحرارة داخلها فهي ثابتة عند 13 درجة مئوية طوال السنة. أول مرة أني جلت لمسان زيارة، سمعنا بالمغارات هذه تاع بني معاد، شفنا حاجة مليحة، نشوفوا حاجة أول حاجة إعجاز رباني، شوفوا هذه الصواعد والنوازل، ويعتبر هذا من تاريخ تلمسان. تختلف طبيعية، تختلف القطرات الماء، يعني شيء رائع. ننصحهم باش يزوروا هذا المكان باش يحسوا الإحساس اللي رانا فيه هنايا. تعتبر تاريخا إلهيا عندما ننظر إلى هذه الصور الإلهية وهذه الرسومات، الله أكبر عليها، ولكن ما يمكن تسجيله أنها تستاهل أكثر من هذا. تستقبل المغارة ما يقارب 4000 زائر يوميا من الجزائريين والأجانب، لكنها تبقى غير مصنفة عالميا، ويناشد القائمون عليها اهتماما من الأمم المتحدة لحماية هذا التراث الطبيعي العالمي. للطبيعة فنون، ويمكنها أن تصنع ما لا تصنعه أنامل فنان أو رسام محترف. الدليل هنا مغارة بني عاد الطبيعية الساحرة بمحافظة تلمسان غرب الجزائر، هي بحق آية من آيات الخالق، تشكل أكبر متحف طبيعي تحت الأرض. حمزة بدوي لبرنامج عين على العالم من مدينة تلمسان غرب الجزائر. جبنة غوريار هي أشهر أنواع الجبنة السويسرية، توارث صناعتها أجيال من الحرفيين الذين استطاعوا أن يجعلوا من هذا الجبن المحلي المتقن الصنع أشهر أنواع الجبنة عالميا. فما سر هذه الجبنة التي اكتسحت شهرتها العالم؟ الجواب في تقرير مراسلتنا دينا أبي صعب التي انتقلت إلى أحد مصانع أجبان غوريار في سويسرا. مساحات شاسعة من الوديان والجبال تحيط بمدينة غوريار الواقعة في غرب سويسرا، تشكل مراع طبيعية لآلاف قطعان البقر المؤصل ومصدر الحليب الوحيد لصناعة جبنة غوريار التي توارثت تقنياتها الأجيال في هذه المنطقة أبا عن جد. آلاف اللترات من الحليب توضع في هذه القدور الهائلة التي تشهد رحلة تحول الحليب في هذا المصنع إلى قوالب جبنة فاخرة تعتبر من أشهر أنواع الجبنة عالمياً، جبنة غوريار السويسرية. تسلمنا الحليب من المزارعين هذا الصباح، هذا القدر يستوعب 4000 لتر. في المرحلة الأولى يسخن الحليب حتى 14 درجة مئوية لمدة 6 ساعات، ثم نستخرج منه القسم الأكبر من المواد الدسمة، ومن ثم نرفع الحرارة إلى 30 درجة مئوية، وهي الحرارة المثالية لتفاعل بكتيريا الجبن التي تعمل على تخثير الحليب فيتحول إلى ما يشبه اللبن. بعد ذلك تقوم هذه الشفرات بتقطيعه إلى حبيبات صغيرة، وهنا ينتهي الجزء الأول من صناعة الجبنة.
تسخين الحليب وتحضيره يحتاج عدة ساعات، ينقل بعدها المزيج المتخثر إلى قوالب خاصة. من المكابس تنقل القوالب إلى مغاطس الماء المملح. في هذه الغرفة الرطبة تنهي الجبنة مراحل تصنيعها لتنتقل بعدها إلى أقبية التعتيق. هذه القوالب صنعت قبل 48 ساعة. هذا الصباح أخرجناها من المكابس وغطسناها في هذا الماء الذي أضيف إليه الملح فقط من دون أي مواد أخرى. تحفظ قوالب جبنة جريير لأشهر طويلة في أقبية تعبق بروائح التخمير والغازات الكريهة، حيث تعالج القوالب آلياً ويدوياً وتكشط وتنظف يومياً طيلة فترة التعتيق التي تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً. هذه الجبنة عمرها أسبوع واحد، ونرى ذلك من خلال تاريخ التصنيع. وكما ترين فإن لونها ما يزال قريبا للأبيض، وهو لون الجبنة عند خروجها من مغطس الملح. في هذا القبو تفرك القوالب يوميا بالماء والملح، وبعد أسابيع يميل لونها إلى الأصفر وتتشكل قشرة سميكة من الخارج تعزل الجبنة عن العوامل الخارجية. ولا تتم زيارة لمدينة جريير من دون وليمة تجمع أصناف الجبنة بمشروب ريفيلا المحضر من أمصال الحليب، فمشتقات الحليب على أنواعها تدخل في تحضير معظم الأطباق التقليدية، وكلها أطباق شهية. من هذا القبو تخرج قوالب الجبنة لتغزو أسواق العالم. 30,000 طن من الجبنة تنتج سنوياً في مدينة جريير من الحليب الصافي عالي الجودة. لبرنامج عين على العالم، دينا أبي صعب من مدينة جريير في سويسرا. وصلنا إلى جولتنا الختامية مع طائفة من الأخبار المنوعة. عرض مطار بنيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي أول فندق مكون من كبسولات النوم في تجربة جديدة بالمكسيك. 40 كبسولة نوم مريحة مجهزة بأحدث التقنيات، مخصصة للمسافرين الذين يطول انتظارهم لرحلات طيرانهم لساعات طويلة، وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كونها داخل المطار حيث لا يتعرض المسافرون إلى التأخر في اللحاق بوجهاتهم أو تفويت موعد رحلاتهم. يذكر أن تجربة كبسولات النوم قد تم تطبيقها من قبل، ولكن ليس على نفس المستوى المتطور في المكسيك، وذلك في أكثر من بلد على رأسها الإمارات والولايات المتحدة. خوان كارلوس أورتيز أكثر رجل لا يخاف من النحل، وقد أثبت ذلك في تورنتو من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في التعرض للنحل وفي عالم جينيس. أورتيز الذي يعمل موظفا في مزرعة ديكي في كوكستون يهتم بالمنحل لسنوات، قرر خوض هذا التحدي لإثبات أن النحل غير مخيف، وقد ارتدى لحية النحل لمدة 61 دقيقة أمام حشد في ساحة يونغ دونداس، متغلبا على الرقم القياسي السابق 53 دقيقة و34 ثانية. وقال صاحب المزرعة ديكي الذي كان سعيدا بهذه التجربة الناجحة التي خاضها موظفه بأنهم جلبوا 100,000 نحلة ناعمة، والتي عادة لا تسبب الأذى عند تغطية الوجه أو الجسم. تمكنت إدارة المصائد السمكية التايلاندية من قتل 20 تمساحا بالرصاص في جنوب تايلاند بعد فرارهم من مزرعة تماسيح مع بقاء 5 آخرين طلقاء. وذكر المسؤولون أنها المرة الأولى التي تفر فيها تماسيح من المزرعة التي تبلغ مساحتها 8,000 متر مربع وتأوي أكثر من 700 تمساح. ويحاول فريق من الخبراء المحليين العثور على التماسيح الهاربة، خاصة وأن الحادث جاء بعد رصد تمساح طوله 3 أمتار على بعد 300 متر قبالة شاطئ يحظى بشعبية كبيرة في منتجع فوكيت جنوبي البلاد. نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على العالم، التي نأمل مشاهدين أنها نالت رضاكم واستحسانكم، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع تحيات فريق العمل.